بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله صباحكم مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وتحديدا برنامج في الضحى. نطلع عليكم دائما في هالوقت، دائما نكون منتظرينكم ونتمنى ان شاء الله تكونوا منتظريننا. اكيد معنا فقرات كثيره اليوم الخميس، ومعنا فقرات انتم دائما تنتظرونها كل خميس، فقره الطبخ، واكيد معنا ضيوف مميزين. صبحك بالخير يا نايف، يومك سعيد ان شاء الله. صبحك بالخير مشاعل ومشاهدينا الكرام. والله مشاعل من قالت يوم الخميس الواحد حس بطمأنينة بصراحة. حس إن اليوم جميل، حس إن قدام أيام سعيدة وساعات سعيدة إن شاء الله. فإذا كنت في الدوام، مع إن ما أدري شلون تكون في الدوام وتشوفنا، بس يعني إن شاء الله إن يومك يكون جميل، واللي يشوفنا في الإعادة نقول لك لأن الحين اليوم راح يكون إن شاء الله في أشياء حلوة، وإذا ما كان في شيء حلو شيء خرب شنو ممكن نسوي؟ عادي نعدي، يعني مو بكل شيء نركز فيه. اليوم الحلو نخليه حلو ونستمتع بكل لحظات اليوم. واليوم الأشياء أكيد في أشياء لازم بتنقص علينا سعادتنا وتنقص علينا يومنا، نحاول أن احنا نتقبلها، تقبل كل شيء، ثقافة التقبل، تقبل الظروف، تقبل الآخرين، تقبل الاختلاف، أكيد احنا نحتاجه في حياتنا. لا تركز على كل شيء عشان ما تصير مريض. مو بلازم مصيبة، بس مثلا أنت مروقة وتسوقين السيارة وعند الإشارات وتوها ولعت الإشارة خضراء، واحد وراك يطق هرن دش في خشمك، ما يخرب مزاجك هاي؟ بالنسبة لي أنا؟ إيه؟ أنا قلت لك لا تسألني هالأسئلة. قلت لك أكيد بيخرب مزاجي، بس أكيد بقول هو مستعجل، بحط له الأعذار عشان عشان أنا أكمل يومي. خصوصا إحنا لازم يكون مودنا مرتفع علشان نقدم حلقة حلوة للناس وننقل لهم هذه الطاقة الحلوة اللي في استوديو في الضحى، أكيد ننقلها لهم. أكيد لازم نكون إحنا صاحبين أو أصحاب المبادرة. فإذا أنت كنت يوم من الأيام سبب إن أنت ممكن تزعج غيرك، حاول قد ما تقدر إن أنت تمسك أعصابك، حاول قد ما تقدر أن أنت يعني ما تساهم أن تخلي غيرك زعلان قد ما تقدر، خاصة اليوم الخميس. حاول قد ما تقدر أن تخلي الكل يستمتع في هذه الأيام القادمة إن شاء الله. نايف، إحنا دائما من أول ما نقوم الصبح إحنا في مقاومة، مقاومة للظروف السيئة، مقاومة للفشل، مقاومة لكل شيء ممكن هو ينقص حياتنا. فمن نصحى لين ننام واحنا في مقاومه، نحن نثبت حق نفسنا ان احنا افضل واحسن ونقدر نحن نحقق طموحاتنا. الانسان اللي يكون كئيب هو اكيد استسلم لهذه المقاومه والظروف قهرته. فدائما احنا نذكر نفسنا اولا، ونذكركم مشاهدينا ان دائما نقاوم ونقول بكره احلى واليوم احلى، بكره بعيد، اليوم اليوم احلى. يعني مثال الكوب الماء اللي ذكرتيه، اي اتم ماسكه طول اليوم ولا قطه خلاص؟ لا، هو البروفيسور قال تمسك غلاس الماء لفتره معينه وجس كيب ات داون، يعني انه خلاص، يعني مو بكل اليوم انت راح تتاثر بمشاكلك. في اشياء حلوه في الحياه مثل برنامج في الضحى، مثل وجه طفل، مثل الورد، مثل النسمات الحلوه في هذا الصباح. يعني اليوم 24 ساعه 12 ساعه لازم احنا نقضيها في اشياء لطيفه حلوه، مو كلها نكد. اكيد انا بالنسبه لي بصراحه باخذ القلاص هذا بقطه بشكر غيره وبعيش حياتي، وان شاء الله ان احنا نقدر كل شخص في هذه الحياه. سواء عندك مشكله او عندك اي شيء سلبي في حياتك، خليك متفائل مثل اللي حاليا يعملون، ونوجههم دائما تحيه في يومنا. وانا اوجه لك تحيه يا نايف على هالكلام اللطيف، واكيد اليوم معنا تحيه مميزه لتحيه هذا الصباح، تحيه صباحيه. تحيتنا الصباحية لهذا اليوم نوجهها أكيد إلى جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. تأسست هذه الجامعة عام 2010 بهدف الإسهام في تحقيق رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان، وهي تعد جامعة بحثية وطنية تستهدف الإسهام في مسيرة التنمية ودعم التطوير في قطاعات متعددة بدولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي في الوقت نفسه. وتسعى جامعة حمد بن خليفة من خلال موقعها في المدينة التعليمية إلى توفير فرص لا مثيل لها، يشكل فيها البحث والاكتشاف جزءاً أساسياً من تجربة التعليم والتعلم على جميع المستويات، وذلك باستخدام نهج متعدد التخصصات يركز على شتى المجالات.
وتسعى جامعة حمد بن خليفة لبناء القدرات البشرية من خلال تقديم تجربة أكاديمية ثرية ونظام بحثي بيئي فريد من نوعه ومن خلال المعرفة والإبداع. فكل الشكر والتقدير للجهود المبذولة من العاملين في جامعة حمد بن خليفة على كل ما يقدمونه لخدمة وطننا الغالي. هم كانوا جزء من النهضة التعليمية، يستحقون الشكر، وإحنا ننوه أنه ممكن تتابعونهم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم اللي يكون حسابهم HBKU، دائما ينشرون أخبارهم، وكذلك ممكن تكون في دورات أو ورش ممكن أحيانا تكون للعامة يقدرون ينضمون لها. فألف شكر مرة ثانية، وإن شاء الله دائما تتقدمون للأمام أنتم وجميع الجامعات في دولة قطر. طبعا ألف شكر لهم، والشكر أكيد موصول بتلفزيون قطر اللي دائما ينشر ثقافة الشكر، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. دائما في برنامج في ضحى نشكر من يساهم في بناء هذا الوطن. أكيد نايف، إيش رأيك الحين ناخذ مشاهدينا ونروح للصحف المحلية نشوف نعم الصحف أكيد إن شاء الله أنا راح نوصل لها وراح نعرف أكثر عن أخبار اليوم. ولكن بالأمس مشاعل تم الإعلان عن حملة شام. نعم حملة شام، طبعا مثل ما قلت تلفزيون قطر دائما هو السباق في أيادي الخير. أكيد طبعا مثل ما أنت عارف نايف أن النزوح شيء صعب ووجع، والنزوح في فترة الشتاء وجع فوق وجع. حملتنا أكيد لهذه السنة للشام هي حملة لحق الشام، طبعا الشام لها حق كبير علينا أكيد. وإحنا نعرف هذه المعاناة من 2011، نعرف الأرقام الكبيرة اللي شفناها من المتضررين. فخلونا نشوف معاكم هذه الدعوة من تلفزيون قطر. والله حق الشام. حقك يا شام. حق الشام. حق الشام. مال تأدى منه جملة حقوقه، ونفوسنا بخروجها النطياب. حق لهم وواجب علينا، استجابة عاجلة لأضخم موجة نزوح منذ العام 2011. ترقبونا في تغطية خاصة لحملة تبرعات لأهلنا في سوريا يومي 28 و29 من فبراير الجاري على شاشة تلفزيون قطر والقنوات والإذاعات المحلية. طبعا تلفزيون قطر رح يغطي حق الشام، حملة حق الشام في يوم الجمعة إن شاء الله والسبت، مثل ما ذكر تقرير إن شاء الله المفروض كلنا نساهم في هذه الحملة. أكيد هذا تعاون مع جميع اللي موجودين في المؤسسة القطرية للإعلام، وإحنا في تلفزيون قطر إن شاء الله راح نكون موجودين يوم الجمعة والسبت، مو بهاي اللي بعده إن شاء الله اللي هو 28 و29 الساعة 6. حاول قد ما تقدر أن أنت تبلغ أهلك أصحابك، تنشر هذا الفيديو على أساس أن الكل يكون جاهز. فللشام حق علينا. أكيد للشام حق علينا. الحين أقدر أقول نروح أعزائي المشاهدين إلى نيفين محمد اللي بتقول لنا أخبارنا المحلية في صحفنا. صباح الخير نيفين. صباح الخير مشاعل، وصباح الخير نايف، وأسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير مع هذه الجولة المختارة من الأخبار من صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. والبداية مع صحيفة الشرق وخبر بعنوان 11 ميدالية لوفد قطر بالمعرض الدولي للاختراعات. ونقلت الصحيفة أنه نال المخترعون القطريون من النادي العلمي القطري وجامعة قطر ومكتب براءة الاختراع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية المشاركون في المعرض الدولي 12 للاختراعات في الشرق الأوسط والمقام في دولة الكويت الشقيقة، نالوا
على 11 ميدالية، وقد حصل مخترعو قطر على هذه الميداليات وسط تنافس بين أكثر من 100 اختراع من حوالي 40 دولة عربية وأجنبية. فقد حصل المخترعون القطريون على 5 ميداليات ذهبية لكل من الدكتور إبراهيم المسلماني الذي حصل على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف والجائزة الأولى لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حصل خالد بوجسوم وعلي صلاح البوحسين وخالد الأنصاري وكل من نورة طالب المري وخلود زيد القرح على ميدالية ذهبية لكل منهم، كما حصلوا على 5 ميداليات فضية لكل من نوف علي العبيدلي وسعاد محمد العبدالله وعلي إبراهيم الفارسي ودكتور رضا هميلة ومحمد معراج وهو طالب الدراسات العليا في جامعة قطر، وأيضا حصلوا على ميدالية برونزية الدكتور ناصر العمادي. كما حصل وهذا الفوز والعدد الكبير من الميداليات 5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة هو إنجاز يضاف إلى إنجازات قطر التي تستحق الأفضل من أبنائها الذين يعدون ثروة بشرية معرفية مثلت قطر وتمثلها دائما التمثيل المشرف والمميز في المجالات المختلفة، المجالات العلمية وغيرها من المجالات. ننتقل الآن إلى خبر اخترناه من صحيفة العرب، يقول العنوان: تطوير شاطئ راس بو عبود وتحويله إلى وجهة سياحية. وقالت الصحيفة إن هيئة الأشغال العامة أشغال بدأت تنفيذ أعمال مشروع تطوير شاطئ راس بو عبود الحزمة الأولى ضمن أعمال لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، وسوف يجري من خلال المشروع تهيئة الشاطئ ليكون وجهة ترفيهية وسياحية لجميع أهالي وزوار قطر، بالإضافة لإنشاء وتطوير الطريق المؤدي للشاطئ والاستاد راس بو عبود. ومن المقرر اكتمال أعمال الحزمة الأولى من المشروع بالربع الثاني من العام الحالي. وأكدت المهندسة ياسمين الشيخ مدير تصميم المشروع بلجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة في أشغال أن مشروع تطوير شاطئ راس بو عبود يهدف إلى الاستفادة من الشاطئ وتحويله إلى مكان سياحي وعائلي، خاصة وأنه يقع في منطقة متميزة تؤهله لأن يكون أحد المعالم السياحية بقطر. وننتقل الآن إلى صحيفة الوطن وخبر اخترناه بعنوان: انطلاق مهرجان سيف سمو الأمير. حيث ينطلق اليوم مهرجان سيف سمو الأمير بنادي السباق والفروسية، والذي يستمر لمدة 3 أيام عامرة بالسباقات القوية والمنافسة المثيرة بين الملاك والمدربين والخيالة من أجل حصد الألقاب الكبرى بالمهرجان. وسيقام السباق على جائزة الزبارة للخيل العربية الأصيلة من خلال الشوط 8 الرئيسي، وينطلق الساعة 1 من ظهر اليوم. وقامت إدارة نادي السباق والفروسية بالاستعداد لهذا المهرجان بشكل كبير، وأصبح مضمار الريان جاهزا لاستقبال المشاركين مع إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة مثل بطولة السابق والعروض الجماهيرية، مع تخصيص أماكن للعائلات وكذلك تخصيص جوائز للجماهير طول أيام المهرجان. وخبرنا الأخير لجولة هذا اليوم الصحافية اخترناه لكم من جريدة الراية، ويقول العنوان: 25% زيادة في عمليات التجميل بمستشفى الوكرة. ونقلت الصحيفة على لسان الدكتور علي شاكر استشاري جراحة التجميل بمستشفى الوكرة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، نقلت كشفه عن زيادة ب 25% في أعداد المراجعين بقسم التجميل بالمستشفى، لافتا إلى أن عدد العمليات الجراحية ارتفع بنفس المعدل أيضا، حيث شهد القسم توسعات لافتة خلال الفترة الماضية. وقال في تصريح للراية: إن أعداد المراجعين وصلت إلى حوالي 300 مراجع شهريا يتم استقبالهم من خلال 24 عيادة على مدار الشهر، موضحا في الوقت نفسه زيادة العمليات الجراحية للتجميل إلى 50 عملية شهريا. وتابع الدكتور إن مؤسسة حمد الطبية وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة، وذلك من خلال زيادة العيادات والأطباء والكادر التمريضي، وكذلك من خلال توفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة في هذا المجال، لافتا إلى أن قسم التجميل بالوكرة استطاع خلال فترة لا تتعدى السنوات القليلة أن يحظى بسمعة متميزة.
وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد أنهينا جولتنا الصحفية المختارة من أخبارنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. لتفاصيل أكثر وأخبار أكثر عن الشأن المحلي وكذلك الدولي يمكنكم الاطلاع على مواقع هذه الصحف. وننتقل الآن إلى الزملاء في استوديو في الضحى، إليكما مشاعل ونايف. يعطيك العافية زميلتنا نيفين محمد، وما قصرتي بهذه الأخبار، وإن شاء الله أن تستمر الإنجازات بإذن الله، والكل يقدر يشوف هذه الأخبار مرة ثانية اللي بعد دقائق راح تكون موجودة على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون قطر. نعم، بصراحة احنا عندنا اليوم موضوع جدا 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 مهم للسيدات والرجال، بس السيدات أكثر. راح نتكلم اليوم كل حكم أنتوا أصلا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن إعداد أول تقرير طبي وطني قطري حول الأنواع الجزئية الفرعية للسرطان، بسم الله عليكم، سرطان الثدي، وتوقعات وإحصاءات حول نسب الإصابة وانتشار المرض في البلاد. نتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع. يسعدنا أن يكون معنا الدكتور فارس العجة، العالم بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة، اللي اليوم وجهنا لهم التحية، والأستاذ الموجود معنا هو أحد المبدعين واللي قاعدين يساهمون في التطور عندنا في دولة قطر. صباحك الله بالخير. صباح الخير، صباح الخير لقطر، وصباح الخير لكم، وشكرا على الاستضافة. يا مرحبا يا دكتور. دكتور، بداية بس لو تعطينا كذي يعني معلومات سريعة عن مرضان سرطان الثدي للسيدات. أكيد، سرطان الثدي للسيدات هو سرطان متعلق بزيادة العمر أولاً، مثل أي سرطانات في الرجال والنساء. نعم. فكل ما زاد العمر المجتمعات بزيد نسبة السرطان. نعم. وهذا بسبب عبء على الرعاية الصحية، بس الأهم عبء على التجربة الشخصية للإنسان في حياته. سرطان الثدي خصوصاً أولاً بتعلق بكبر السن، بس كمان فيه عامل وراثي، وفي شغلة مهمة كتير اللي هي اسمها العمر الهرموني. العمر الهرموني هو العمر من أول حيض لآخر حيض في حياة المرأة. نعم. كل ما طال العمر، يعني طال، بزيد إعادة تركيب الثدي تجهيز للرضاعة. فكل ما زادت عدد الدورات في حياة المرأة بزيد عرضة السرطان. كل ما زادت دورات المرأة، عدد الدورات، يعني عدد دورة كل شهر، أي؟ على سنة هي 12 دورة، على 50 سنة مثلا، أي؟ فبتزيد. هذا هو سبب المعرض الأساسي لسرطان الثدي. فكل ما كان الحمل في سن مبكر قبل سن 30، أو تكرر الحمل في حياة المرأة، وقصر الزمن بين الحمل والآخر، والسبب بسيط جدا اللي هو انقطاع الدورة الشهرية، يعني ما في إعادة بناء للثدي لتجهيزه للرضاعة. نعم. وأكيد الرضاعة الطبيعية بتقلل فرص تحمي من السرطان. يعني إذا كان في حمل متتالي احسن، هذا افضل، هذا واحد من يعني الناس اللي مثلا عند المجتمعات الغربيه لانه باخروا الحمل، وحمل واحد او اثنين في حياه المراه وغير متتالي نسبه الاصابه عندهم اعلى من المجتمعات العربيه. يعني الافضل انه يكون في عمر مبكر. صحيح. ومتتالي. صحيح. سبحان الله، مجتمعاتنا كانت ماشيه صح. اي صحيح. طيب دكتور، البحث اللي انتم الحين سويتوه شنو اهدافه والى ماذا يسعى؟ معهد قطر البحوث الطب الحيوي ضمن جامعة حمد بن خليفة ومركز أبحاث السرطان اللي أنا بنتمي له، أنشأنا برنامج متكامل لدراسة سرطان الثدي في قطر والمنطقة العربية. نعم. باختصار الهدف هو التخطيط الجزيئي لسرطان الثدي على عدة طبقات، سواء العوامل الوراثية الجينية إلى البروتينات وحتى خلايا المناعة داخل كتلة السرطان وفي الدم. نعم. غايتنا مش بس الفهم الجزيئي، غايتنا الوصول لبصمات جزيئية بتمكننا من التشخيص المبكر، وتمكننا من التعرف على العوامل الوراثية في عائلات معينة هي أكثر عرضة لسرطان الثدي. شنو تقصد دكتور من الجزيئية؟ الجزيئية الكون بتكون من ذرات. نعم. وإحنا بتكون من الخلايا، والخلايا بتكون من مركبات. نعم. اللي هي جزيئية جينات، في رسالة بتنقل من ترجمة الجين لبروتين، والبروتين بيكون جوا خلية، والخلية بيكون جوا نسيج. هاي اسمها كلها تركيبة جزيئية، لأنه إحنا ندخل مش بس بدراسة النسيج، ندخل تحت النسيج الخلية وما تحت الخلية. نعم. زين، المجتمع القطري حالياً دكتور، هل هو في معدل طبيعي، في معدل غير طبيعي، مرتفع مقارنة بمجتمعات المنطقة والعالم؟ أكيد، هذا هو نتائج البحث اللي أنهيته حالياً. قبل ندخل بالمعلومات الجزئية لازم نعرف مسح لإحصاءات السرطان في قطر والمنطقة العربية وبالعالم.
في وكالة اسمها الوكالة الدولية للبحوث في السرطان تصدر بيانات لكل سنة، هي متصلة بكل سجلات الوطنية لكل دول العالم بما فيها قطر. نعم. فأجرينا الدراسات لعام لنسبة الإصابات لعام 2018. كانت النسبة في قطر 42 إصابة لكل 100,000 امرأة. هذا هو اسمه المعدل القياسي الموحد عمريا. وهذا إشي كتير مهم لأنه مثلا المجتمعات العربية أغلبها شعوب يافع. ما في هنا قارن الشعب مثلا قطر مع أمريكا. لأنه أمريكا سن متأخر أكثر. ففي معيار اسمه المعدل القياسي الموحد عمريا. باستعمال هذا المقياس كانت نسبة الإصابة بقطر 42 إصابة لكل 100,000 امرأة، عالميا كالعالم ككل كانت 46 إصابة لكل 100,000 امرأة. بأمريكا كان 85 إصابة لكل 100,000 امرأة، يعني ضعف الموجود في قطر. هذا من ناحية كل الفئات العمرية. في رسالة موجودة هلا إنه العرب وقطر ضمن العرب إنه سرطان الثدي بيصيب بسن أصغر. المعلومات المبنية عليها المعلومة برأيي خاطئة، وبناء عليها أجرينا هذه الدراسة عشان تصحيح هذه المعلومة. في قطر نسبة الإصابة بالنساء أو الفتيات بين عمر 20 سنة إلى 34 سنة هو 5 إصابات لكل 100,000 امرأة، عالميا هو 13 إصابة لكل 100,000 امرأة. فقطر أقل، قطر بهذه الفئة العمرية هي الأقل عربيا. بس من اللي أصدر هذه الدراسة على أساس أن صار تشكيك فيها وتصحيح من جانبكم؟ لا، الدراسة هي دراسة علمية ونص الدراسة صحيح، بس مرات هاي مشكلة العلماء، مرات لما نشرح في معلومات مجتزأة أو إحنا ما نشرح صح. الدراسة حكت إنه متوسط سن المصابات بسرطان الثدي في قطر والمنطقة العربية أقل من متوسط سن المصابات في الغرب. هو طبيعي لأنه إحنا سن متوسط سن الفتيات بقطر مثلا 28 سنة، متوسط سن النساء بأمريكا 40 سنة، في فرق 12 سنة. فإذا كانت نسبة الإصابة موحدة لكل الفئات العمرية لكل الأعراق، بما أن متوسط المجتمع كله ككل أقل أصغر سناً، فبالطبيعي يكون متوسط الإصابات في الحالات في قطر أقل. ولكن في وجدنا أنه في 10 دول عربية من أصل 19 دولة تم تحليلها نسبة إصابة سرطان الثدي في الفئة العمرية الأصغر بين 20 إلى 34 سنة أعلى من المعدلات العالمية، خصوصاً في بلاد الشام وخصوصاً لبنان. لبنان معدلات فيها أعلى من أمريكا وأوروبا. هي أكيد لها أسباب البيئة. لا، بهذا العمر ما يعني بعمر 20-24 سنة لسه ما لح يتعامل مع البيئة لصيب سرطان. سبب وراثي، وهذا منحة من دراساتنا ندرس العوامل الوراثية ومقارنتها بين الدول العربية وقطر خصيصا مع باقي المناطق العربية ومع الدول العالم. نعم. طيب دكتور، لو تقول لنا عن لمحة عن الفريق اللي أجرى هذه الدراسات. هلا في دراستين. في دراسة أنا أجريتها. نعم. أنا وصلت من الدوحة من أستراليا من 4 أشهر تجهيزا للتأسيس مختبري. كان أول مهمة نعرف شو نسب السرطان، لأنه أنا درست فوق أكثر من سرطان ثدي، درست 32 نوع سرطان في المنطقة العربية. ففي إحصاءات أخرى ممكن نحكي عنها، أي ملاحظات على سرطانات أخرى بعد سرطان الثدي. نعم. الدراسة الثانية اللي هي التخطيط الجزيئي، هذا حيكون عن طريق باقة من باحثي مركز بحوث السرطان في معهد قطر بحوث الطب الحيوي، وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية محل ما بنجيب العينات لدراستها. نعم. ومركز الحسين للسرطان بالأردن. والهدف والأبحاث حتكون في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي. نعم دكتور، هل في عادات لاحظتها في المجتمع خاطئة، أو مثلا المناخ أو مسببات مختلفة عن العالم أنه والله صحيح ممكن تكون سبب لزيادة؟ هذا بالضبط كان هدف الدراسة. والدراسة أكدت في تصريح عن وزارة الصحة العامة بقطر أنه الثاني سرطان بعد سرطان الثدي هو القولون والغدة الدرقية في النساء، والسرطان الأول في الرجال هو سرطان القولون. النسب غير مرتفعة بهدول النوع سرطان القولون والغدة الدرقية، غير مرتفعة عن المعدلات العالمية. بس بقطر والخليج العربي خصوصاً بالإمارات والسعودية النسب أعلى من كل باقي الوطن العربي. فعلى الأغلب في عامل بيئي بسبب هذه الأمراض، إصابة السرطان هذول. في قصد البيئة الصحراوية؟ ممكن، ما بعرف، لا في نلزم، بس لازم أول شيء نحدد المشكلة عشان نعرف كيف الحل وكيف يصير البحث. وهذا هو الهدف من هذه الدراسة، من تحديد المشاكل لكل منطقة لأنه تختلف. وهذا أهم ملاحظة لاحظناها من تحليل قاعدة البيانات للوكالة الدولية للبحوث في السرطان 2018. المنطقة العربية الشرق الأوسط شمال أفريقيا يتضمن فيها مناطق معينة فيها سرطانات مختلفة، النسب فيها مختلفة. واحد منها زي ما ذكرت القولون
والغدة الدرقية مرتفعة، وخصوصا الغدة الدرقية مرتفعة أكثر بدول الخليج بما فيها قطر. وفي سرطان مثلا سرطان الكبد مرتفع جدا بمصر وموريتانيا، سببه تفشي فيروس الكبد الوبائي هيباتيتس سي. والوقاية سهلة، اللي هو في مضادات مباشرة للفيروسات اسمها دايركت أنتي فايرال دراجز، هاي بتقي مصابين هيباتيتس سي من سرطان الكبد. سرطان آخر هو سرطان عنق الرحم في النساء في شمال أفريقيا، في 6 دول معدلاتها أعلى من المعدلات العالمية، سببها فيروس كمان مرة اللي هو اسمه فيروس البشري الحليمي أو هيمن بابلوما فيروس. الوقاية فيه في لقاح موجود وبيستخدم بصغار السن بين 9 إلى 12 سنة تلقيح الإناث، ممكن الوقاية منه تماما، وهذا البرامج عم تصير في الغرب. فهاي دراسات مهمة جدا لنعرف شو المشاكل عشان نقدم الحلول الصحيحة عبر برامج توعية استراتيجيات وقاية استراتيجيات علاج. دكتور حضرتك ذكرت سرطان الغدة الدرقية، وأنا من باب الأمانة أنا عرفت معلومة أن سرطان الغدة الدرقية ممكن يصاب بسبب كثرة استخدام الأشعة اللي هي حق الأسنان، يلبسون الواقي للصدر وما يهتمون أن يحطون على الرقبة. هذا من باب الأمانة كمعلومة أنه لازم أقولها، وحضرتك أكيد إذا خطأ أو صح أنت حين صححت المعلومة. صحيح. نعم. طيب دكتور بالنسبة حق الأبحاث، خرجتيني الله يحفظك. لا بالعكس، المفروض أن الكل حين قبل أسبوعين كنت في العيادة. الله يحفظك إن شاء الله. متكرر الإشعاع المتكرر، مش مرة مرتين. إيه. بس بشكل عام لا، هاي هي المعلومات المفروض توصل للمجتمع. هذا هو دور الإعلام، ما شاء الله عليكم. الله قوية ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله القوي الله. يعني دكتور المفروض أن نحمي to protect. صحيح. كل ما كان السن أصغر أفضل. كل العوامل البيئية اللي منعيشها إحنا ممكن مثلا بالسن اللي يفعل بكون العوامل تتراكم، السرطان حصير بعمر متأخر. ممكن عشان هيك إحنا كان نحكي زمان ما كنا نسمع في حالات سرطان هالقد، إحنا ما كنا نعمر لهاي العمر لنشوف نتائج اللي هي يعني بالضبط هي في دمج أو خربطة بسبب البيئة بتخرب الخريطة الجينية، مع تراكم الوقت بيصيب السرطان في عمر متأخر. بس أنتم ما شاء الله عليكم دكتور، بما أن حضرتك وأمثالك أكيد موجودين إن شاء الله، يعني يكون من الدراسة اللي أنتم تسوونها والأبحاث هذه إن شاء الله تكون الوقاية للكل وبعيد الشر عن كل اللي قاعدين يشاهدوننا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم دكتور، قبل أكثر من مرة كان في اللي هو يوم التوعية بسرطان الثدي، ما كنت أعرف أن سرطان الثدي كذلك الرجل ممكن أنه يصاب فيه. صحيح. فهل وصلتوا لشيء بعد الرجل لا علاقة في هذا السرطان؟ سرطان الثدي في الرجل نسبته قليلة بس في إصابات، ما في إحصائيات عالمية كفاية، هو سرطان غير مدروس بشكل وافي كما سرطان الثدي في المرأة. أسبابه مبهمة شوي، ولكنها نفس أسباب سرطان الثدي في المرأة، أغلبه في عوامل جينية أكثر من عوامل بيئية، لأنه مفروض ما في نسيج الثدي غير موجود. في رجال عندهم نسيج الثدي في التكوين الجنيني، هو نفس التكوين بس بالرجال بسبب هرمونات الرجولة بتوقف تكوين الأنسجة الثدي. في رجال بيكون عندهم أنسجة الثدي طبقة بسيطة جدا يعني كتير، هم هذول أكثر عرضة للإصابة. طيب دكتور، بما ان احنا قاعدين نتكلم عن سرطان الثدي وسرطان فاحنا نبي نقول الحين شيء حلو للمشاهدين. صحيح. فحضرتك شنو النصائح اللي ممكن تعطيها حق مشاهدين هذه الفقره؟ في دراسه سجل قطر الوطني عام 2016 اكتشفوا بعض المعلومات اللي حكيت فيها، انه ارتفاع نسبه سرطان الثدي بس بعديها سرطان القولون وسرطان الغده الدرقيه. بنفس هذا العام اسسوا حمله التشخيص المبكر لسرطان الثدي والقولون. نعم. وبناء على الإحصائيات كانت هذه الملاحظة. فأهم ملاحظة والرسالة الوحيدة اللي ممكن يطلع حدا فيها البرنامج، أهم رسالة هي هاي الرسالة. التشخيص المبكر يؤدي إلى علاج ناجح. نعم. بعبارة بسيطة، والوقاية خير من العلاج. وطبيعتنا أنا قلت لك جاي من أستراليا، عشت بأستراليا 24 سنة، بطبيعتنا إحنا الثقافة العربية بنخاف من الدكتور، بنخاف نعرف إنه مرض. لا، العلاجات زادت نسبة العلاج شفاء من سرطان الثدي في قطر مثلا 86%، ما شاء الله، هو بس 4% بعيد عن الغرب. وبصراحه قطر بهذا الاداء هي الافضل عربيا بناء على الدراسات اللي عملناها. احنا كمان درسنا معدل الوفيات مش بس الاصابات بالمنطقه العربيه. موفقين ان شاء الله في عملكم دكتور فارس العجاء، العالم بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعه حمد بن خليفه.
حديثك مشوق والنصائح اللي وجهتها إن شاء الله أن الكل يأخذ فيها. وأهم النقطة اكشف في الوقت المناسب، روحوا للمراكز الصحية الإلكترونيين الله ليهينكم، ترى الموضوع ما يكلفكم ولا ريال. وكذلك إخواننا المقيمين أعتقد أنه ما راح تكون التكلفة عالية، وممكن تكون حتى رمزية أنك بس مجرد تكشف، أو أتكلم للإناث أنكم تكشفون، أو حتى لما أنك قاعد تشوفني كرجل أختك أمك زوجتك انصحهم بنتك. وبنتك خذهم وودهم وانصحهم خلهم يكشفون. صحيح، أكيد دكتور نشكرك وفالكم السلامة أكيد مشاهدينا. نايف شنو عندنا؟ إحنا عندنا إن شاء الله فاصل وبعدها نكمل حلقتنا معكم بإذن الله. يا صباح الخير يا صباح الجمال، فقرة الجمال اليوم بنتكلم فيها عن شعر يا نايف. أكثر شيء يفرق في 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 تقبل الشخص أنا أشوفه، يعني شفت دائما وصف عن هذا الشيء، الشعر والأسنان. الشعر عادي يعني ممكن أي متابع يشوفنا ممكن يعني يتأثر بكلامك. يعني أنت خليك واقعية، واحد مثلا شكله جميل أسنانه جميلة بس من فوق مثلا قرع شوي في بعض الاختلافات. هذه مشكلة. ويشوف فقرة اليوم فقرة عفرة عن جمال الشعر، شلون الشعر ممكن يتأثر بالطقس، شلون ممكن ان احنا نخفف من مشاكل الشعر، تقصف مثلا او سقوط شعر. هي بتقول لنا اكيد هي خبرة في هالمجال. نقول لك صباح الخير يا عفرة. صباح النور، يا هلا فيكم، يسعد لي صباحكم. لا تنسين الريايل من السالفة، حتى الموضوع اللي بتكلم عنه ما يتعرضون بس للنساء، حتى الرجال. يا سلام عليك. حلو، سعدي صباحكم مشاهدينا الكرام. اليوم بتكلم تحديدا عن الشعر وعن مشكلة ظاهرة عند النساء وعند الرجال اللي هي تقصف الشعر. خلوني أعرفكم عن تقصف الشعر وشين هي أسبابه وليش الإنسان يصادف تقصف في شعره. تقصف الشعر أهم أسبابه نقص البروتين في جسم الإنسان. فالشعر الشعر لها ثلاث تركيبات، فمع نقص البروتين في جسم الإنسان يتعرض الشعر يكون هش، الشعر يصير ناشف، يصير متقصف. فبتلاقون الشعرة تتحول حق ثلاث شعرات صغيرة وطرفها يكون أبيض. فهذه لا تحد بس إنها على الصبغات ولا على الخلطات، فهي تعتمد على نقص البروتين الحاد في جسم الإنسان. فبتلاقون أغلب الناس اللي تسوي دايت ولا تسوي حمية غذائية تحسون شعرهم خفيف وتالف، فبتلاقون الشعر يتقصف وحتى يتساقط. فمنها أهم الأشياء اللي تحافظون فيها على فروة شعركم أو على أطراف شعركم، أول شيء إذا كانت فروة شعركم ناشفة ولا دهنية ولا حساسة، ما يقتصر أن الشعر يكون تحت لازم يكون صحي، لا، الشعر يمكن يكون فروة الرأس نظيفة ويكون تكون متقضية بس تكون أطراف الشعر ناشفة أو متقصفة. ففي خلطات سهلة احنا نقدر نسويها في البيت، بس بقول لكم بعد معلومة، هل قص أطراف الشعر يخلصنا من التقصف؟ لا، ما يخلصنا من التقصف، ممكن احنا التقصف نوخره لفترة معينة، بس إذا كان عندنا نقص بروتين حاد في جسمنا بيتم التقصف مستمر معانا. فلازم احنا اول شيء نحل المشكلة الأساسية، لان كل شيء احنا ناكله يأثر على بشرتنا، يأثر على صحة جمالنا جسمنا، يأثر على صحة شعرنا. فأي شيء انتوا تحطونه في جسمكم يأثر على المظهر الخارجي. ففي البداية لازم قبل اي خلطة قبل اي علاج تسوونه لازم تشوفون شنو عندكم نقص، سواء كان على بشرتكم ولا على شعركم ولا حتى على جسمكم.
فأهم نقطة تسوونها حق الحد من مشكلة التقصف هي الترطيب. لازم ترطبون شعركم بشكل مستمر. في تقدرون تسوون لكم نظام مرتين في الأسبوع تحطون زيوتكم الخاصة. وأعلمكم الحين شنو الزيوت اللي تخلي الشعر طري وتخلي الشعر ناعم. لا تخلون الشعر متشربك، لأنه مع التشربك بيزيد معاكم التقصف. فابتعدوا بعد عن الأشياء اللي فيها مضرة على الشعر، ابتعدوا عن سحب اللون، ابتعدوا عن الأشياء اللي لما تحسونها فعلا تأثر على الشعر ابتعدوا عنها، مثل صبغ الشعر. مثلا إذا كان شعرك غامج وحولتيه على الشعر الفاتح جدا، هذا بيأثر على الشعر وبيخلي الشعر يتحول حق التقصف. فأول شيء نسويه نتبع السنة، نقص شعرنا مرة في الشهر مقدار سنتي. فهني بعلمكم على زيتين مهمين حق الحد من التقصف، اللي هو زيت اللوز. زيت اللوز وايد مفيد حق الشعر، حق الجسم، حق البشرة. فهو شو يسوي؟ يعطينا لمعة حق الشعر، يعطي نعومة، يخلي الشعر يصير طري. فزيت اللوز جدا مهم، سواء كان زيت اللوز المر أو زيت اللوز الحلو، كلهم مفيدين للشعر. فلما انتم تحطونها على لا تحطونها على فروه راسكم، حطوا بس على اطراف شعركم. بعدها خلوا الشعر يكون مفروض سيده مشطوه بطريقه معينه، خلوا لكم مشط خاص للشعر، لان مع التقصف الشعر ما يطول. فتلاقون اغلب الناس اللي شعرهم متقصف شعرهم ما يطول، لان التقصف يبتدي من تحت لين فوق، فهذه مشكلة كبيرة. فإحنا لازم نرطب شعرنا عدل، تعدوا عن الحرارة على الشعر، خاصة إذا كان شعرك جدا خفيف كنتي تتبعين حمية غذائية وتستخدمين هالأشياء بسرعة بيأثر معك. فاستخدموا زيت اللوز جدا مفيد ومهم، يعطي لمعة حق الشعر، يوقف معانا أو يحد من مشكلة التقصف. وبعد عندنا اللي هو زيت الأرغان. زيت الأرغان معروف عند بلاد المغرب، شلون يستخدمونه؟ يستخدمونه في كل شيء، يستخدمونه في البشرة، في الشعر. فمن أهم الزيوت المفيدة زيت الأرغان الطبيعي حق الشعر. بعد نفس الشيء تقدرون تحطونه على فروة راسكم، وتقدرون تحطونه بعد نفس الشيء على أطراف شعركم. لما تحطونه خلوا الشعر يكون مفرود، وحطوا بطريقة عدلة علشان الشعر يكون سيدة. فلما تحطونه سووا بهذه الطريقة على الشعر علشان الشعر كله يتغذى. هني بسوي معاكم خلطة جدا سهلة ومفيدة للشعر، تعطي لمعة، تشيل التشربك من الشعر، تخلي حتى الشعر اللي كان مصبوق يحد من التشربك، ويكون تلقون الشعر المصبوغ يكون فيه وايد تقصف. ليش؟ لأن هي عرضتها لحرارة وعرضتها لي من لون لثلاث درجات أكثر من الشعر الطبيعي. فهني بعلمكم خلطة سهلة مفيدة، تقدرون تسوونها مرتين في الأسبوع، تخلونها 45 دقيقة على شعركم. أهم المقادير الروب. الروب يشيل التشربك، يعطي نعومة وطري حق الشعرة. فأنا بحط روب، تقدرون تحطون على الكمية المناسبة حق شعركم. الروب يعطي لمعة وايد حلوة ويخلي ما في تشربك في الشعر. ونفس الشيء المايونيز. المايونيز أهم مقاديره اللي هو البيض. البيض يعطي لمعة حق الشعر، حتى كانوا يستخدمون الأوليين قبل لا يطلع يستخدمون البيض وبياض البيض، يستخدمونه حق فروة راسهم، حق حتى شعرهم، لأنه يشيل التشربك، يعتبر مثل البلسم الطبيعي. وبحط معاها مقدار بيضة، بيضة كاملة تقدرون تحطونها. وإذا عندكم حساسية من البيض بعد تقدرون ما تحطون البيض، تستقنون عنها وتحطون معاها زيت الزيتون. زيت الزيتون يطول الشعر، يقلض الشعر، يحد حتى من التشربك ويحد حتى من التساقط. فنخلط احنا الخلطة بهذه الطريقة، نخليها مثل العجين ونحطها على فروة راسنا. ما فيها ريحة، آمنة على فروة الشعر، تناسب الكبار وتناسب تناسب هذه الخلطة. تخلطونها عدل، تناسب الكبار، تناسب الصغار، تناسب حتى الشباب إذا كان عندهم تقصف في الشعر. هذه تحد من التقصف، وحتى تعطي بس نخلطها عدل، نخلي كل المكونات تنخلط مع بعض عدل.
بهذه الطريقة. حتى ريحتها وايد حلوة، فمثل ما قلت لكم تناسب الجميع، أي أحد متعرض شعره للتقصف هذه الخلطة جدا بتفيدكم وبتخلي شعركم طري وناعم، وهي مع الاستمرار بتنعم شعركم، بتخلي شعركم صحي ولامع، فاستخدموها تناسب كل الناس. فهذه هي الخلطة من أهم الخلطات اللي توخر التقصف واللي تخلي التقصف ما يتكاثر معانا. فلازم تهتمون بصحتكم الداخلية وبغذائكم، لأنه هو اللي يطلع لنا جمال شعرنا. فلازم تأكلون أكل الخضروات، وايد مفيدة للمعة الشعر، لصحة الشعر، والبروتين، اللحوم اللي تناسب جسمنا. هذه من أهم أسباب اللي تخلي جمال شعرنا غليظ وما يتقصف وما يتساقط معنا. فهذه نصيحتي لليوم، اهتموا أول شيء في غذائكم الداخلي قبل الخارجي، فبتلاقون فعلا نتيجة. واشربوا ماي وايد، لأن الماي بعد يأثر على صحة الشعر، وخاصة الناس اللي تتبع نظام غذائي يفضل إذا ما كنتوا تأكلون بروتين كافي لجسمكم تأخذون حبوب تعوضكم عن المشكلة هذه. وحتى الناس اللي عندها نقص حديد أو نقص عندها فيتامينات معينة، حتى فيتامين دال، فيتامين بي، هذه كلها تأثر على الشعر، فلازم تتجهون حق دكتور وتشوفون مشكلتكم الأساسية، لأن حتى لو استخدمتوا هذه الخلطة كلها ما راح يفيد إذا في مشكلة داخلية. فدايما انتبهوا على صحتكم عشان إذا تبون نتيجة أحلى وأفضل. ونطلع قبل لا نطلع حق تقرير، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في موضوع جديد، ونطلع حق تقرير وراجعين لكم. يعطيك الله يعطيك العافية. ما قصرتي. فقرة رائعة صراحة. ما أدري يعني الشباب ممكن يكون فيهم الخجل، يعني ممكن يكون فيهم الخجل ان يستخدمون مثل هذه الخلطات، ولكن الاهم ان احنا نهتم. يعني انا والله كشباب اقول لكم شوي، يعني حاولوا تكسرون هذا الحاجز، على اساس ان مع تقدم العمر لو صار اي شيء ما تقعد تلوم نفسك وليتني سويت وليتني عملت. صحيح، هاي من صوبنا احنا الشباب. البنات عندك انت. صحيح. نعم. نعم. إنزين. بإذن الله إن لازم يهتمون كذلك في أغذيتهم. إحنا راح نشوف معاكم تقرير مشاهدينا عن مدرسة الخوارزمي ومسابقة البحث العلمي، ونكمل حلقتنا بعدها إن شاء الله. نحن في مدرسة الخوارزمي الابتدائية للبنات ندرك أهمية البحث العلمي ودوره في حل المشاكل التي يمكن أن تواجه المجتمع، ومن هذا المنطلق تسعى إدارة المدرسة إلى تقديم الدعم المستمر للأبحاث منذ بداية العام الدراسي. قمنا بعمل هذا المعرض الذي يحتوي على تسعة أبحاث تخدم مجالات عديدة، منها المجالات البيئية، المجالات الاجتماعية، مجالات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشارك في هذا البحث 18 طالبة، وهناك بعض الأفكار التي لاقت استحسان من جهات عديدة في المجتمع، ونتمنى التوفيق لطالباتنا. مشروعنا أول شيء هو اسمه تصميم هندسي لإعادة استخدام المياه الرمادية في المباني السكنية في دولة قطر. طبعاً إحنا جات لنا الفكرة من خلال بحثنا، فإحنا لما شفنا أن الصندوق الطارد بين قوسين المراحيض تستهلك كمية كبيرة من المياه، يعني ما عدا من 10 إلى 12 لتر، هاي بالمرة الوحدة، أما بالسنة 18,000 لتر، ما عادكم بالبيوت كلها اللي في قطر، فعشان كذي إحنا فكرنا هذا المشروع. مشروعي عن تصميم شخصية تفاعلية باستخدام تقنية الأبعاد كدليل إرشادي مرئي، تخدم مونديال 2022. الشخصية تشرح حق الزوار معلومات عن أهم الملاعب في دولة قطر.
الشخصية هي عبارة عن طائر الشاهين، وإحنا اخترنا طائر الشاهين لأنه موجود في البيئة القطرية وموجود في العملات. ما شاء الله نشوف هذه الكوادر الصغيرة، ننتظرها إن شاء الله إحنا وقطر أكيد لبناء قطرنا الحبيبة، مستقبل مطمن. صراحة أنا جدا فخورة بهذا النشأ الجميل اللي قاعد يخترع لنا اختراعات تنفع البلاد والعباد. أكيد أكيد قاعدين يبذلون، وكذلك المدرسين والطاقم الإداري والجميع العاملين في مدرسة الخوارزمي الله يعطيكم العافية. صحيح. وإن شاء الله نشوف خطوات لي الأمام بإذن الله تعالى. إحنا فقراتنا ما خلصت يا نايف، ناخذ المشاهدين لهذا الفاصل ونرجع نكمل فقرات برنامج فيض ضحى. وجينا أكيد الفقرة اللي دائماً ينتظرونها ربات البيوت اللي هي فقرة الطبخ يوم الخميس. أكيد والله يمكن الشباب بعد الحين يتعلمون حق اللعنان والسوالف، أكيد دائماً يسوون مشابيس ومندي ما أدري شنو، ليش ما يسوون منسف؟ اليوم بنسوي منسف فالك طيب. سلام عليك، دلعتنا اليوم مشاعر. ناخذ المشاهدين ونروح المطبخ عن إذنك يا نايف. يلا بنروح حق الشيف هبه النجار ونقول لك اسعد الله صباحك. صباحك حبيبتي مشاعل، اهلا وسهلا وشرفتينا في استوديو فيض ضحى. الله يسلمك حبيبتي. مثل ما قال نايف خاطره في منسف فلسطيني. المنسف اصلا اردني وهو متشابه للفته الفلسطينيه، فبسوي لكم اياها بطريقه سهله وسريعه ان شاء الله. واهم شيء في الموضوع ان كل شيء يكون متجهز من قبل، يعني عندنا احنا سلقين اللحم ومجهزينه. نقول المقادير شيف. اي اللحم مسلوق وجاهز وطبعا ما يبي بهارات وايد، فقط اللي هو ورق الغار والهيل والملح، ما ياخذ بهارات المنسف. لحم بعظم صح؟ ايوه طبعا بعظم. حلو. وقطع كبيره. قطع كبيره ايوه. والمنسف عباره عن لحم ورز واللي هو الجميد او اللبن. جميد اللي هو الكركي. لا احنا شو نسميه؟ انزين ايه جميد بتذكر احنا نسيتها. ايه انزين وشنو بعد؟ عندك الروب لان نستبدله بدال الجميد لان قبل يقط. ايه ايوه فاحنا بنستبدله الحين بالروب والبيضه. حلو. ومع الثوم والرز طبعا بنستويه اول حاجه. عيش مصري ايوه او الامريكي ايوه. انزين الحبه اللي هي متوسطه القصيره ايه مو بالبسمتي. وعندك خبز الصاج او الاشراك يسمونه. أيه. وطبعا عندنا صنوبر وبقدونس للتزيين. حلو. بس يلا نبدا. نبدا اول شيء نعمل الرز، نشغل الفرن. يختلف شيف المنسف الاردني من المنسف الفلسطيني؟ لا ما في منسف فلسطيني، في فتة فلسطينية. فتة فلسطينية ايوه. معلومات نعير ايوه. خلاص اوكي تمام. نحط الاول شيء ونحط الدهن او السمن. السمن العربي نحطه. سمن عربي ايوه واجد. اي لازم عشان نحمر العيش لان الكمية اللي عندنا ما شاء الله كبيرة ان شاء الله. انزين شيف اللحم كم كيلو تقريبا؟ اللحم 4 كيلو. اوكي. وقطع كبار. والرز؟ الرز ممكن على حسب الاشخاص اللي عندك ممكن 4. لا اذا بنحط 4 كاسات رز لازم نحط معيار 4 كاسات شوربه اللحم. مو مي؟ مش مي عشان ياخذ طعم. ناخذ طعم اللحم نفسه الشوربه. جميل. انزين أيوة. مغسول العيش؟ مغسول ومنقول. ايوه. نقعينه وغسلينه. انزين. بس. قلت لك ما ياخذ بهارات ابدا غير الورق الغار والهيل في اللحم. اذا عرفت الحين ان شاء الله بالقط الطريقه. ايه سهله بسويها بكره باذن الله ان شاء الله. لانها المنسف ينعمل عاده في الاعياد في الجمعات. ايه. ايوه ايه. في العزايم في الاعراس. وهذه الجميد او اليقط. ايوه وين نجيبه؟ مش يقط هاي. لا هاي جميد كراكي
جيميد كركي من منطقة كرك في الأردن، ومتوفر في كل مكان، متوفر في إيه؟ لا متواجد يعني في المنتجات، أي مكان المنتجات الأردنية تنباع. أيوة أيوة. طبعا هاي تنقع في مي حار وينهرس عشان يعطينا اللبن اللي ينطبخ أصلا في اللحم. في ناس يطبخونه يطبخون الجيميد باللحم. زي اللي ما يحب الجميد، أنا ما أحبه. إيه، فعشان كذي أنا استعوضت بالروب أو اللبن العادي. الحين عندنا صار حار السمن، فبنحط الرز ولازم نسمع خرخشة العيش، عرفتي؟ بسم الله. تحمرينا شيف؟ أيوة، لازم نسمع خرخشة العيش. نكون موفرين للشوربه مات اللحم عشان نحطها فوقها. على كل كاس عيش ايوه كاسه شوربه. ايوه شوربه اللحم. هذه معلومه مهمه جدا عشان العيش ما يعجن. أيوة. والمعلومه بعد ان اللحم يكون لحم غنم، يعني ما نستعمل لحم العجل او الدياي، ما يصلح مع المنسف. أيوة. منسف يعني لحم. أيوة. ولحم غنم. قطع كبيره بعظم. ايوه حلو. زين شيف، هذا على شيء نحط عليه؟ اي اوكي. بعد ما نحمر الرز او ايوه ونحط له طبعا الملح. نحط له الملح. نوجه تحيه طبعا اكيد حق كل ربات البيوت وامهاتنا اللي يشوفون هذه الفقره دائما، اللي يشوفونا في اي مكان شيف يقولون لنا، يعني فقرات برنامج في الضحى وخاصه الاكل يهتمون بها. وجه تحيه لام عبد الله اللي تشاهدنا الحين. انا قلت لها ان شاء الله راح نوجه لك تحيه في برنامجنا. الحين ما لما يتحمر العيش ونسمع خرخشه العيش باذن الله ونحط له الشوربه، ننتقل نسوي اللي هو اللبن او الجميد. مثل ما قلتي الحين، مثلا اللي ما يحب الجميد نستعمل الروب بهالطريقه. نزل الروب، وطبعا حسب الرغبه الروب كثير شويه على حسب. ايوه لا بس على حسب ان تحطين يعني كمية. ايوه كمية. الاشخاص اللي يكونوا موجودين في العزيمه. هذا شويه تقريبا كم ياخذ شيف؟ ما ياخذ وقت، بالعكس ما دام ان في شيء جاهز ومصبقين احنا في تجهيز الاغراض ما ياخذ وقت. احنا عندنا هني الروب ومن عقد نقلبه هو بارد لحم ما صار حار، وبنحط عليه فوق البيضه وناخذ بعد من شوربه اللحم ونحط عليها. ليش نحط الروب؟ عشان ما يقطع معنا. لازم البيضه ايوه نحطها وما تبين طعمها، لا تخافين يعني البيضه لما تحط مع اللبن وبارد بهالطريقه ما نبي يقطع في نفس الوقت ما يعطينا. نعم. وجبة مغذية شيف، روب وبيض وعيش ولحم وصنوبر ونشويات، يعني عندك الصنوبر والبقدونس للتزيين فقط لا غير. يعني هني نشوف تحمير العيش لما نسمع الخرخشة مالته. شنو معناته؟ انه خلاص نحط الشوربة، جاهزين لوضع الشوربة بإذن الله. اي يعني لنسمع ان سوى كذي صوت نحط شوربة اللحم. ايوه بالضبط. حلو. ايوه ايش بغيتي؟ نشوف نوري المشاهدين هني عندنا اللحم والشوربه. اشوف اسمه السوكه. شنو تبين؟ شنو تبين؟ بس كذا عشان نطلع الشوربه، جدر مال الشوربه. جدر. ايوه زي ما انت شايفه الحين بنطلع. بسم الله. هذا هو عندك، شفتي اللحم؟ ايه؟ قطع كبيره. ذي بنحط مصفايه عشان نحط شويه على اللبن وفي نفس الوقت يعطينا الطعم بهالطريقه ونقلبه. حتى العيش هني بعد ابتدى ايوه يسمع صوت. في ناس يحبون لونه ابيض وفي ناس يحبون اللون الاصفر الفاتح، فممكن يحطون اللي هو الكركم. بس شوي تفضلي. طبعا على حسب النظر. ايوه لان ما شاء الله عندك خبره. ايوه فمثل ما قلت لك اربعه في اربعه بهالطريقه. ايوه لازم يعلى على العيش بش كثر؟ ايوه يعني
يبي له 45 دقيقة. لا أقصد فوق الماي فوق العيش إيش كثر؟ هذا هو المعيار قلت لك عليه، أربعة في أربعة، أربع كاسات فيك أربع كاسات. بس وهنا تشوفي مثل ما شفنا اللبن، الروب مع البيض اللي حطيناها مع شوربة، فهذا اللبن جاهز خلاص. تمام، ما نخليه يوصل لمرحلة الغليان. لا لا خليه بس يغلي بهالطريقة. لأنه بيفتش عقب. أيوة بالضبط مع الحرارة، فبس نخليه. وهذه لين يستوي. لما يستوي. ويشرب الماء. بس خلاص بهالطريقة. أيوة خلصنا. بس بنحطه بنقدم في السدر أو المنسف زي ما بقوله اللي هو الصحن الكبير بس فقط لا غير. حلو. سهلة. بس كتير سهلة. مدام نحن تي مجهزة تجهيز مسبق يكون عليك وايد سهل. أكيد. أيوة. وماي اللحم اكيد بيعطي طعم للاكله كلها. بالضبط، حطينا ماي اللحم في اللبن وحطيناه في العيش. في العيش فبيعطي لك طعم هني وهني في نفس الوقت. انا شيف بسوي بكره بصور لك وتشوفين باذن الله. ولا يهمك حبيبتي. ان شاء الله. الله يسلمك. انزين وبعدها شيف شنو راح تسوين؟ الحين خلاص بنجهز الحين هو السدر. شنو تقصدين الصينية يعني؟ أيوة الصينية اللي هو المنسف نفسه اللي هو صدر كامل يسمونه. أيه؟ ونحط طبعا عليه أول شيء خبز الصاج. انزين أول شيء نقلبهم هني إيش رأيك؟ أيوة نقلبهم ونسكر عليه على اللبن. مثل ما قالت شيف هبة ما نخلي الروب أو اللبن اللي مسويته لدرجة الغليان. أيوة انزين حلو خليني نقلبه هني عيل عشان ما يقطع اللبن. أيوة لا خلاص احنا بنحطه هناك عشان ايش نقربه من عندي لانه بحطه فوق الخبز. ابدي معلقة الشوربة هذه هاي هي. زين تحطين الخبز الصاج، ممكن نحط اي خبز ثاني ولا شرط؟ لا يعني المنسف يعني يبي خبز الاشراك ولا اللي هو الخبز الصاج بهالطريقه. ايوه نحط. حلو بهالطريقه نحط. والحين نجيب اللبن. ايوه ونشربه. خف جايكم على الريحه. حياك الله. وسهله وايد سهله. انا يف بتروح لعنا تسوي حق الشباب ولا شلون؟ لا والله كذب عليك اقول بسويها يعني. لا كثير سهله بسيطه. بس الشباب يدعون ترى فممكن يسوون كذي. اي وايد سهله الطريقه يعني ممكن اي حد فاتته الحلقه يشوفها. أي. في الاعاده. اللي شو اسمه واحنا موفرين هني رز جاهز من قبل. اي عشان الوقت عندنا. حلو تبين قطشه؟ ايوه. الله سهل من الناس. ايوه هني اصفر انت حاطه عليه كركم. ايه كركم فاتح شوي بوب وايد. قلت لك في ناس يحبونه ابيض وفي ناس يحبونه اصفر. ومو بالاصفر الوايد لا الفاتح. حلو هالطريقه. الله هاي الشهي. تدرين الابيض انا ما اكله صدق؟ ايه ما تاكل عيش ابيض؟ عيشنا ما تاكله؟ اي بس يعني الابيض ابيض تحس شي ناشف وايد. عليها كله برياني انت. بس هاي ملغم وايد في هيل. ايه لان اللحم قلنا ما نحط عليه بهارات. ايه غير الهيل. ايه صح ما في شيء. بهارات وفلفل اسود فقط لا غير. يستوى اللحم بهالطريقه. ايه صح ولا طعم يصير شلون؟ فنانه شيف ما شاء الله. الريحه ما شاء الله. الريحه عجيبه. بناخذ الصحن احنا رايحين. عليكم بالعافيه. عليكم بالعافيه. الله يعافيك. ودي البيت وقول لي ايش طبختها. لا يعني شايفين. وقت اللي عادة فر يحط دعاية. انت قلتي شيف لازم لحم. اي لازم ولحم غنم. يعني ما يصير نجيب لحم عجل يعني لا. شي يصير طعمه ما يتغير. سبحان الله يعني اي كل شيء لا اصوله. فاللحم يعني ما تقدرين تسوين مثلا المنسف برز بسمتي. يعني المنسف الفلسطيني شرط. الاردن هي هاي اردني. هاي اردني. اي المنسف اي الفته الفلسطينيه قريبه عليها. الفته نحطها بالعيش الابيض. ايه بهالطريقه خلصنا. حلو. اللحم. ايوه بنحط اللحم الحين. القطع كبيره تقول لك لازم تكون. اي يدل على الكرم العربي عرفتي؟
انت تحطين قطع اللحم مو كبيره، لان قلت لك ان احنا نسويها في العزايم والمناسبات. خذي اكبر شوي. الحلو ان انتم لحد الان محافظين على عاداتكم وتقاليدكم شيف. إيه؟ ما شاء الله. اي يعني ما شاء الله. حتى اهل قطر ما شاء الله لازم كلنا محافظين. انتم عندكم في الاعراس لازم ايش المكبوس لازم نحط مال دبي. حلو. يعني ما شاء الله تحسين شيء فرش، يعني حتى ما شاء الله العظمه قاعده تطيح بروحها ترى. أجيب لك شوكه؟ اي خليه. طبعا لازم يجرب. من ياكل لحم الساعه 11 يا مشاعر؟ لا عادي. تيك اوي تيك اوي على طول هذا. انا باكل. صح شكله حلو، بس بعد ما نقول بالسينما وشي اخر شيء. والله ممكن الختام واحنا على المنسف. الختام منسف. الحين نحط لنا اللبن عليه هالطريقه. لازم تحطين عليه. اي اي بهالطريقه. حلو يعطيه طعم طبعا. وفي ناس اصلا يسلقونه بالجميد، يسلقون اللحم نفسه. ايوه حلو. احنا عشان ما يطلع شويه زفر فاحنا نستعمل نسلقه بروحه اول. والله تبخرنا بالريحه. الحين نبدا نحط اللوز والسنوبر بهالطريقه. ها نايف. احس بس قاعده اشوف احس اني متنك والله. انت رياضي بعد. بهالطريقه خلاص كذي خلصنا. الله يبدع يا استاذه هبه. الله يخليك. تسلم. بخت بيتكم فيك. حلو. وهالشكل صار المنسف. طريقه سهله جدا. كثير سهله. احنا طريقه الله يقويك. يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه. صراحه انا باخذ الجزء من الحلقه عشان اطبقه يعني. اوكي. بس مو بهالفتره عشان ما تسأليني مشاعر. اوكي. مشاهدينا احنا ان شاء الله مكملين معاكم وما قصرتي معنا استاذه هبه النجار. الله يخليك. احنا بنروح لزميلنا ابراهيم الجفيري واللي موجود في موقعه حاليا. ابراهيم صبحك الله بالخير والكلمه عندك. صبح عليكم بالخير الزملاء المتواجدين في الاستديو نايف المسلماني ومشاعل النعيمي، وايضا اصبح على الساده المشاهدين واقول لهم حياكم الله في مركز قطر للبولينج، واليوم راح نسلط الضوء على بطوله الشفلح لرياضه البولينج. والحديث اكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ان تنضم معنا الاستاذه جواهر السويدي مشرف الانشطه والانشطه الفنيه. صبح عليك بالخير ونرحب فيك. يا هلا ويا مرحبا فيكم. في البدايه استاذه جواهر لو تعطينا النبذه وتعطينا المشاهدين عن بطوله البولينج لمركز الشفلح. المشاركة في بطولة البولينج هي تعتبر من أحد أهداف مركز الشفلح لتهدف إلى إبراز مهارات وقدرات الرياضية حق المنتسبين. جميل. خلينا نتكلم عن كم مدرسة شاركت، شلون كم عدد الطلاب، شلون تشوفين حماسهم، شلون تشوفين ردود الفعل؟ عدد المدارس المشاركة 4 مدارس مستقلة بالإضافة إلى 12 منتسب من مركز الشفلح، تم تدريبهم بشكل يومي في مركز قطر للبولينج. مشاركتهم وانفعالهم مثل ما تشوف أنت جدا سعيدين وعندهم دافعية وحماس للمشاركة في هذه البطولات. شنو يستفيد طالب ذوي الاحتياجات الخاصة لما يشارك في مثل هذه البطولات؟ هل تزيد عنده المعنوية؟ هل يحس بحماس أكثر؟ اي نعم. طبعا احنا مشاركتهم في بطولة قطر للبولينج هي ابراز مهاراتهم وقدراتهم مثل ما ذكرت، ايضا دمجهم في المجتمع وفعاليات تقوم في الدوحة. لما نتكلم عن الفعاليات والانشطة، انت كمشرفة وحدة الانشطة الفنية، شنو الانشطة الثانية اللي عندكم تقدمونها من خلال مركز الشفلح؟ نقدم العديد من الانشطة منها الرياضية والفنية والموسيقية، ايضا المشاركات الداخلية والمحلية اللي يشارك فيها مركز الشفلح. استاذة جواهر السويدي كلمة أخيرة حابة انك تقولينها؟ اسعدنا بوجودكم ومشاركتكم بعد معانا، وانتم داعم لنا ايضا، لان اسم الفعالية السنة حق بطولة البولينج هي وياك، اللي احنا ندعمكم ونساندكم لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة دمجهم في المجتمع. أستاذة جواهر السويدي مشرف وحدة الأنشطة الفنية الله يعطيك العافية، استمتعنا بالحديث معك وأنا متأكد أن الجمهور أيضا استمتع.
إذا مشاهدينا، هذا الهدف الرئيسي والأساسي هي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من الوظائف، من الأنشطة الرياضية، من البطولات وإلى آخره، وهذا كل ما كان لدينا من مركز قطر البولينج. ونرجع للزملاء في الاستوديو. يعطيك العافية إبراهيم الجفيري، كل الشكر لك. أعزائي المشاهدين، نأخذكم الحين في جولة مع أفلامنا لهذا الأسبوع في دار السينما. شنو عندنا يا نايف؟ عندنا الله يسلمك فيلم سونيك ذا هيدهوك، وهو يعتبر من الأفلام اللي تصنف عائلية وكذلك تعتبر من المغامرات، واللي حقق إيرادات بلغت 57 مليون دولار. الفيلم من إخراج جيف فاولر، وقام في البطولة النجم جيم كيري وجيمس ماردسون. والفيلم الثاني أكيد من ضمن الأفلام المعروضة ضمن هذا الأسبوع هو فيلم الرعب حق اللي يحبون الرعب والمغامرات، فانتازي آيلاند. تدور أحداث الفيلم حول السيد روك اللي ينجح في تحقيق الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين. الفيلم من بطولة مايكل بينا. طبعا الفيلم اللي يحب الرعب أنصحكم أن تشوفونه. أكيد راح نشوف بعد فيلم جريمة ورعب كذلك، وإن شاء الله أنه ما نكثر من أفلام الرعب عشان ما تكون سبب إن شاء الله أنه ممكن تغير مرات سبب خرعة ولا تسوي مزاج سيء. فيلم بلود لاين هو تتمحور أحداثه حول رجل يدعى إيفن يقدر أسرته وكل شيء تكون ضمن أولوياته، وأي شخص يدخل بيته بينه وبين زوجته وابنه يعاقب بالطريقة المستحيلة الهستيرية. فيلم من بطولة ماريا وديل والمخرج هنري جاكومسون. يعني أنا بصراحة مش من عشاق الرعب ولا الجريمة، بس هالفيلم أنا بشوفه. يقول لك أي حد يدش بيته ما أدش يسوي فيه. نبي نشوف شو الحالة اللي صار. الله يستر بصراحة. أنا يعني أنا دائما بصراحة أنصح بالأفلام ممكن تكون كوميدية، مسرحيات كوميدية، صحيح. أشياء ترسم البسمة، تعدل مغامرات. الجو وكذلك الجريمة والأشياء الرعب ممكن اللي هي عنصر المفاجأة اللي هي تغير شوي المزاج. تغير المزاج. نغير المزاج بعد مع جولة في وجهتك اليوم، في جولة في بلادي، مكان الفعالية مركز شباب العزيزية، تاريخ الفعالية 22 فبراير. كذلك الفعالية اللي بعدها راح تكون العادات السبع للناس الأكثر فعالية، هذه بتكون إن شاء الله ورشة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في نفس اليوم 22 فبراير. وفي بعد فعالية حق الأطفال اللي ما يعرفون وين يودون عيالهم، أكيد الفعالية تصلح لهم، ورشة الربيع بعد الظهر للأطفال، مكان الفعالية كتارة مبنى 18، تاريخ الفعالية من 23 ل 27 فبراير. وهذه الدورة يا مشاعل يمكن تهمك بعد، دورة صياغة المجوهرات واللي راح تكون مقدمة وموجودة في مركز نماء، وهو في تاريخ 24 إلى 26 فبراير. رحت نايف في كتارة مهرجان الوسمي؟ والله بصراحة ما رحت، لكن لازم تروح. قاعد أسمع أشياء كثيرة عنه. أعتقد آخر يوم يوم 23، اللي ما حلف الحظ إنه 22، اللي ما حلف الحظ أرجوكم روحوا تستانسون، ولهال كلهم أكيد بيستمتعون بهالأجواء هذه. أكيد دائما خلوا جدولكم موجود، وهذه إضافة من أخوكم. كذلك وزارة الثقافة والرياضة مساوية فعاليات خاصة في دولة الكويت الشقيقة، بالضبط في قرية الشيخ صباح التراثية أو قرية الشيخ جابر، إن شاء الله أني مو بغلطان في الاسم، ولكن هذه الفعالية مشاركة من وزارة الثقافة بعنوان الكويت بلادنا الكويت، وما شاء الله وايد قاعدين يروحون لدولة الكويت هذه الفترة، وقاعدين يشاركون إخواننا سعادتهم وأيامهم الوطنية، وكذلك في فعاليات هلا فبراير في الكويت. نعم، اليوم الوطني، نقول لهم تحية من القلب من قطر الحبيبة الكويت الحبيبة. أكيد فقرات كثيرة في برنامج فيضحة، وما زلنا مع المطبخ لين هني. احنا اكيد نهينا حلقة اليوم، وان شاء الله وان شاء الله ريحة المنسف. انا ما قادرة اتكلم كثر الاكل، فايش رايك نروح نجرب الاكل؟ والله يا ريت يا ريت يا ريت. بعد ما شاء الله مغطيتها، ترى مغطيتها ملحفتها عشان ما يبرد. زين نايف، راح تجرب انت ان شاء الله؟ تفضل. يعني انت اخبر مني. اكيد باكل معك، اكيد شكله حلو ما شاء الله، كسرنا الدنيا. لا ما شاء الله، لا لا مبدعه. ها ما ادري، هاي خبزتها في البيت الخبز بعد؟ لا لا مو من البيت.
يلا قل بسم الله. الواحد لازم انه يغير شويه، كل يوم مشبوس، كل يوم مندي، كل يوم هذه، لا غير. رائع. فلازم تروح للمطابخ الثانيه، وفي مطاعم يعني ما شاء الله. رائع رائع. ما شاء الله. المنسف الاردني اكيد غني عن التعريف، وطريقه سهله مثل ما روتنا اياها شيف هبه اللي فاتت الحلقه، اكيد يقدر يشوفها اليوم الساعه 1:30. النص بالنص صحن، ها لك تحت راسي، ما تقصرين. ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا ومشاهدينا. دائما غيروا الاطباق اللي تاكلونها، غيروا الاماكن اللي تروحونها، وكذلك خلوا اي شيء جديد في حياتكم انه ممكن يسعدكم، اعطوا فرصه. دائما خلوا بابكم مفتوح. صحيح، خلوا بابكم مفتوح، ودائما تابعوا برنامج في الضحى اللي دائما يعطيكم طاقات ايجابيه في نهايه الاسبوع وكل يوم. احنا اليوم هالشكل خلصنا فقراتنا وانتهت الحلقه، نتمنى نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد بتجديد للنشاط واكيد للطاقه. نقول لكم ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه، الى اللقاء.